مرحبا شباب، حين حاليا وصلنا الى صلالة. كم قضينا وقت عبد الواحد؟ تقريبا كامل بيكون 9 ساعات ونسقط الى صلالة. حاليا بنبدا الى كهف. وش اسمه؟ كهف وش؟ حفرت اذابه. صوت عالي شويه. حفرت اذابه اطير. ونبدا ان شاء الله تقريبا نستغرق كم ساعه يا 3 ساعات تقريبا او ساعتين. ساعتين الى 3. وحاليا نكمل رحلتنا مغامرتنا الى كهف توي اطير برفقة الشباب. تقريبا استغرقنا في النزول 25 دقيقة لحد ما نوصل إلى بداية النزول بالحبل. نزول بالحبل تقريبا 40 متر نزل ونصعد، وراح نشوف ايش اللي داخل الكهف ان شاء الله. حاليا وصلنا الى حفر المذابح، باقي 40 متر ونوصل استخدام الحبل ونوصل تحت ان شاء الله. حماس مرة، الأدرينالين مالك فل يضرب مليون الأدرينالين. الثاني على التوالي وصلنا الى منطقة لقش اليون. والله حتى نقطة ما تابع السادح يعني. كلمني على المنطقة هذه. والله هذه منطقة جبلية فيها عيون وفيها شلالات طلوع نزول، فيها مسار يعني تقدر تصمم مثل ما تريد، بغيتو ايزي بغيتو ميديوم بغيتو ديفيكولت على كيفك. وش راح نسوي احنا اليوم هناك؟ احنا رايحين نطلع فيها حبال ان شاء الله. راح نضبطكم مغامر هناك وحبال، نجهز كل شيء. تابعونا بنكمل يلا ما عندنا وقت. يلا بارك يا اخي، شيء عجيب جديد. صح، هذا يوم كله ينابيع طبيعيه هنا. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المغامرة الثالثة إلى وادي حضبرم. طبعا اللي يكون معنا الليدر اليوم شيخ أمين وعبد الحكيم كما العادة وسالم. صدوا قبل الوادي الله وصلنا للمكان المعتادي ثالث حوض بس وثالث الحوض اليوم هي بنوصل إن شاء الله. الله أعلم الله يعلم. هذا الشخص اللي أول مرة اكتشف المكان يقول لك الله يعلم. يعني رايحين اليوم للنهاية إن شاء الله ونلتقي بعد المغامرة. إن وصلنا مرحلة أنا لازم نسبح وطبعا ما حد وصل هالمرحلة خلاص احنا بنكون أول ناس تقريبا. إبداع الخالق سبحان الله. الله شيء ما نقدر نوصف. توصف إيش؟ شوف عظمة الخالق. والله شعور نقربوا فبعد اكيد بستمتع باذن الله. الله اول تقرب اول شخص اعتبر ينزل هذا السلال باذن الله. والحين عرفنا وش سر انه فقط صار هذا في الخريف نمزحم كثيرا بعد الخريف خلاص تموت. شفنا ما حمك تشوف هالاماكن. شوف حتى الفراشه. شوف هالسر ما حمك تشوف هالاماكن الحلوه. ما حمك تشوف هالمكان الجميل. فلك شافات وشويه ترويق وشويه شغل من الشباب واجتهاد بمانه بتطلع صلاله وظفار شيء خيالي خيالي بعد الخريف.